مع السرعة والدفع سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم. نتابع العزرة على الصدارة وعلى المركز الأول. علي بن حمود بن علي الظاهري هي المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. تأتي الفائزة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث بشارة تنطلق على المركز الثالث عوض بن أحمد بن محمد بن كيلة العامري. وعلى المركز الرابع الضبي عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري من تنطلق على المركز هنا الرابع. وفي المركز الخامس تأتينا هنا بهذه الانطلاقة الجميلة الجليلة المنطلقة حمد بن علي بن صالح بن جرحة بن مري مع الجليلة على المركز هنا أيضا الخامس. وفي المركز السادس المركز السادس تأتي ذيبة محمد بن راشد بن ثلاب الهادري هنا على المركز السادس. المركز السابع النشلة لسالم بن مفر بن محمد بن خموشة العامري من ينطلق بهذا الأداء الجميل. بينما المركز الثامن المركز الثامن الفائزة فلاح بن راشد بن خميس المهيري المنطلقة بهذا الأداء الجميل. هنا فلاح بن راشد بن خميس بن عابد المهيري ينطلق على المركز الثامن. وفي المركز التاسع تأتي الشاهينية ناصر بن مبارك بن علي الشريفي. وعلى المركز العاشر المنطلقة مزاحة حمد بن محمد بن سالم بن حمد المري هي المنطلقة على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في التحديات في الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. بشارة من انطلقت على المقدمة على المركز الأول سيطرت على زمام الأمور. بشارة هنا بهذا الأداء الجميل لعوض بن أحمد بن محمد بن كيلة العامري. بينما الفائزة هنا مع المجازف ابن منازف المنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المنطلق على المركز الثاني. وفي المركز ثالث العزرة علي بن حمودة بن علي الظاهري ووصل بن ثلاب مع الذيبة محمد بن راشد بن ثلاب الهادري من ينطلق في هذه اللحظات على المركز الرابع. بينما المركز الخامس الجليلة على المركز الخامس من الجانب الآخر حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري ووصلت الظبي الظبي على سادس المراكز تتنقل من مركز إلى مركز. أيضا صاحب السجل حافل تتواجد في هذه اللحظات الضبي عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري هنا تأتينا بهذه الانطلاقة على المركز السادس. وفي المركز السابع المركز السابع الشاهينية ناصر بن مبارك بن علي الشريفي مع الشاهينية سابعا. وفي المركز الثامن المركز الثامن شعار العيسائي ولا من الجانب الآخر. هناك تأتينا في هذه اللحظات ممدوحة أحمد بن سالم بن سيف اليابري من يأتينا بهذا الانطلاق المميز الجميل. وفي المركز التاسع مشهورة وليد بن محمد بن إبراهيم السيد على المركز التاسع. والمركز العاشر النشلة لسالم بن مظفر بن خموشة العامري على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق الجميل هو التحدي والإثارة. هنا نعود إلى بشارة على الصدارة بشارة على المقدمة على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور تسيطر على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. أهالي الطوية يتابعونها أيضا بهذا الأداء المميز الجميل. بشارة لعوض بن أحمد بن محمد بن كيلة العامري وصلت هنا وصلت في هذه اللحظات الذيبة لمحمد بن راشد بن ثلاب الهادري القادمة من الشحانية هنا يقدمها بن ثلاب في هذا الأداء المميز الجميل. الوصول من الفائزة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري هنا أيضا المتسللة في هذه اللحظات الشاهينية ناصر بن مبارك هنا أيضا
في هذا الانطلاق الجميل والتحدي الشريفي. قادم قادم والوصول في هذه اللحظات. الظبي على المركز الخامس، الظبي على خامس المراكز. عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري والعزرة، العزرة سادسا هنا تنطلق بهذا الأداء. ولكن أرى النشلة، النشلة النشلة أيضا تتسلل. سالم بن مظفر بن خموجة العامري، وهناك العزرة علي بن حمودة بن علي الظاهري، وعلى المركز الثامن، المركز الثامن حايل وصلت حمد بن سالم بالغوبة. هنا العامري من ينطلق، حمد بن سالم باللوي عفوا، العامري مع حايل في هذه الانطلاقة الجميلة ومشهورة. وليد بن محمد بن إبراهيم السيد، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول. وبشارة، بشارة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة، بشارة مع الكيلومتر الأخير. بشارة هنا عوض بن أحمد بن محمد بن كيلة العامري وال فايزة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الزيبة، ثالثا محمد بن راشد بن ذلات الهاجري، والرابع عن النشلة، النشلة لسالم بن مظفر بن حموشة العامري. وفي المركز الخامس الظبي، الظبي هنا لعبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، ولكن الصدارة، الصدارة الفايزة تتسلل بهذه اللحظات. الفايزة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ها هي هنا تغادر بالسيالة الثالثة في رصيدها خلال هذا الموسم. تهانينا للمرة الثانية في هذا الصباح المميز الجميل هنا، وللمرة الثالثة للمجازف، للمرة الثالثة للمجازف ابن منازف. سلام منازف، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا، تهانينا هنا لمسعيد محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز الفايزة وفوزها بهذا الشوط. تهانينا والناموس ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني بشاراتك بالمركز الثاني عوض بن أحمد بن محمد بن كير العري. المركز الثالث وصلت الزيبة محمد بن راهد بن ثلاب الهاجري، ومشهورة لوليد بن محمد بن إبراهيم السيد. وهناك الوصول من قبل مرعوشة جابر بن ربيع بن صالح المري على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز الجميل. نعود مع الفائزة وتوقيت الزمن 9:18، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز المميز الجميل وهذا الأداء المميز. بينما المركز الثاني كانت هناك بشارة العوض بن أحمد بن محمد بن كيلة العامري، وقدمت عاص تشكر على 9:21، 9 من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا ومتابعينا الكرام من أتت الذيبة هناك لمحمد بن راشد بن ثلاب الهاجري 9:22، 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. في بداية المرموم للأسبوع الثاني في انطلاقاتها وتحدياتها، بدت أشواط الكبار، أشواط الفطاحلة في